على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في، فين ما كنتم مرحبا بكم معنا في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا مريبعة، مريبعة يا مريبعة، كلشي ولا كيعرف مريبعة. مريبعة هي المسبح، المسبح لا بيسين ديال الفقراء. كنتواجدوا أمامها حاليا، واحد الأجواء كاينة هنا، يعني وكأنك جيتي عند طبيب نفسي، إنسان اللي كيشعر في بعض الأحيان. دابا أنا حاليا كنهضر معاكم والله إلا بالي واحد السيد مسكين حط البشكريطة ديالو مشى كيجري، طلع مسكين فوق البشكريطة مسكين ديالو، والله العظيم إلا بالي طلع مسكين كيجري حطها بواحد الطريقة، يعني كتحس بيه بأنه عامر. الطريقة باش حطها وباش طلع كيجري فوق هذوك الحديدات ديال الألمنيوم في الجهة الأخرى كتوحي بأنه مسكين بحال عنده شي عصاب ولا عنده شي مرض نفسي. المهم الطريقة باش دايرها، ما هنا باش قلنا بأنه هاد المنطقة هنايا أصبحت ملجأ من بعض الله، العديد من الناس اللي ولاو كيجيو هنا لهذا المتنفس كيخوي فيه الهموم ديالهم. ما بغيتش نبينو لكم مسكين راه فين مريح، مريح فوق هاد الحديد هذا. باش تعرفوا راه جاو تابعينو شي دراري اخرين، جايين تاهما في البشكليطات. جاو واحد الوليدات اخرين، شتيهم الطريقه، شي وحدين شي متهورين، هما الوليدات اللي جاو تبعوه. يعني المهم السيد قلت لكم عنده شي حاجه، مسكين مألم من شي حاجه. هاو فين واقفه هو هذا المريح فوق الحديد. الله يحسن العوان، الله يعفو على كل واحد، والله يصاوب لكل واحد. اذا بغيت نعطيكم غير الصوره هنا كيفاش دايره، يعني راه كنصور وحاضر لي يدوا لي التليفون، حيت كاين شي وحدين هادو هما القنيات ديالهم، هي ملي جبت التليفون ما كتعرفهمش، ملي خرجوا طاروا لك على التليفون بالموطور وكيزيدوا. اذا شوفوا معايا هذا المنظر كما قلنا من هذه الزاويه اخرى. هذه زاويه اخرى هنا، هذه هي مدينه الدار البيضاء. المنظر هنا بالليل زوين بزاف، خصوصا ما كتكونش الشمس. صراحة منظر رائع هنا. هاهي مارينا، هذه هي مارينا، مشاريع العملاقة اللي كاينة هنا في المنطقة. مشاريع عملاقة انتم لاحظوا مع أحياء شعبية، يعني داكشي ميكس كما كنقولوا. شكرا على هذا اللايك، هذا اللايك الجميل، ما عرفتش شكون اللي دارو ولكن كنشكرو. ما عرفتش داك السيد اللي كان مريح هنا فين مشى، مشكل التوباقه ولكن هو فين مشى.
عرفتو فين مشى. هو كان هنا مشكلي التراب فين هي بلاتي نشوف. او سعيد صبري لاباس الحمد لله اخويا العزيز لاباس. السيد كان هنا ما عرفتش فين مشى شكريتو فين ضاع. تحية ما عرفتش شكون اللي دار لي هاد التحية هادي. السمية طالعة الفوق. كنشكرك بعدا على التحية هادي، شكرا لك، كنشكركم بزاف. حنان وهب اعشق الدار البيضاء مدينتي الرائعه. شكرا حنان، شكرا حنان وهب. حياكم الله جميعا من باريس. احلى تحيه لختنا حنان من باريس العاصمه الفرنسيه. احلى تحيه للجاليه المغربيه بفرنسا. سمير عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا شكرا. شكرا هذا القلب، حتى حنا كنهدوكم هذا القلب وكنهدوكم معاه باقة ديال الورد. احلى تحية. يعني جميل جدا انك لاحظوا معايا، هادو راه سياح اجانب حتى هما. هما هادو سياح اجانب، ها هما لاحظ، ها هما غاديين داخلين تاهما لهاد المنطقة هادي. هذا دليل على انه هاد المنطقة كيف ما قلنا ولات كتعرف واحد الرواج. كريمة صلاح الدين الله يعاونك، اللهم امين اختي كريمة، شكرا لك. شكرا حنان وهب، قالت لك الله يكبر بك ووفقك يا ربي وسهل. مرحبا اختي حنان، شكرا لك. الناس ديال اسفي بلاتي نشوف. رشيد الحمادي، تحياتي للجميع من اسفي. احلى تحية لحاضرة المحيط مدينة اسفي. طريق سميرش عليكم السلام ورحمة الله خويا العزيز. احلى تحية خويا. عرفتي كاين واحد البرد، ولكن داك البرد كتحس به، واحد البرد سبحان الله العظيم حلو كما كنقولوا حلو. سعيد صبري بزاف ديال القلوبة بالاحمر وبالخضر فيهم الراية الوطنية. شكرا لك خويا سعيد صبري، بارك الله فيك خويا. الساكن انوار قال لك السلام. صفا انا انوار فاس. احلى تحيه لخونا انوار من العاصمه العلميه مدينه فاس. فين مشاو؟ اش قال؟ فين مشاو هادوك؟ ادخلوا لداخل، ادخلوا لداخل يضربوا بشويه البرد. ابراهيم المعترف السلام عليكم. السلام ورحمه الله. خيارة عبد الصمد عليكم السلام ورحمة الله. عبد الرحيم إيماني من جينوفا، تحياتي خويا مصطفى. أحلى تحية خويا عبد الرحيم إيماني بجينوفا بإيطاليا. أحلى تحية للجالية المغربية بإيطاليا خويا العزيز.
صهيب، صهيب من كازا، احلى تحية لخو صهيب من كازا. ابراهيم المعترف عزيز، زيد انت حيت حمار ما غاديش نجاوبك، فهمتي؟ حاش هاد الناس هادو، هاد الرجال وحاش هاد فهمتي، انت حمار ما غاديش نجاوبك، ولا عاوتاني خسرتي الهضره غادي نبلوكيك وغتبقى ديما حمار، فهمتيني؟ الناس كتقدم، الناس ان شاء الله غتوصل للمبتغى ديالها. الناس اللي كيسول هاد الناس هما جاوا في حالاتهم. حياة من الرباط احلى تحية. خويا العزيز دابا انت عاد كتكلم معايا في واحد الموضوع ما يمكنش غادي نناقشو معاك اخويا، انت دخل عندي مصطفى المصري وهضر معاك في هاد الشيء، هذا ما يمكنش نناقش معاك هاد الشيء هذا فهمتيني في اللايف. احلى تحية للناس ديال ميلانو، الله يعاونك، شكرا لك خويا العزيز. عزيز عن باري خويا، انا قلت لك اخويا دخل للميسونجر ونهضروا في هاد الهضره هادي خويا العزيز. تحياتي لكم من طابو عبان اقليم تاونات، احلى تحيه خويا العربي شاقور بتاونات، احلى تحيه. مرحبا خويا، مرحبا مرحبا مرحبا. كاين البرد. صهيب من الدار البيضاء، احلى تحيه خويا صهيب من الدار البيضاء، احلى تحيه. صوروا بلية عجزية وانا نتقامز. مرحبا خويا ميراد زيان. بالعكس شي الانسان اللي كيكون طيب وقلبه طيب، بالعكس حيت عرفتي خويا ميراد زيان، الوالدة عندي ميتة الله يرحمها، عامين هادي، فهمتي يا خويا؟ وفهمتي الانسان ما عمرو يتسرع ويعاير واحد الانسان ما كيعرف هذاك الانسان با ولا واش ميتين الله يرحمهم، باغيين الرحمه فهمتيني، والعذر مقبول خويا، الله يغفر لنا جميعا. مرحبا جليجي منير مشكور، شكرا. مرحبا حسام، احلى تحيه خويا حسام، حسام دائما كيطلع معنا. تحياتي وحتى الرامطي، مرحبا سيمو نورا، تحياتي لكم من نواحي حد السوالم، احلى تحيه للناس ديال حد السوالم. سيمو نورا احلى تحيه. توحشت الصلاه في مسجد حسن الثاني. عبد الرحيم ايماني، الناس ديال ايطاليا الجاليه المغربيه، احلى تحيه خويا عبد الرحيم. دابا راه كاينين شي اخوان واخوات، امين خويا عزيز عن بار يا ربي، امين الله يرحم جميع امه محمد يا ربي، ماشي مشكل. مرحبا مرحبا خويا، مرحبا مرحبا. وشوف بالعكس شي الانسان اللي كيكون ود الناس راه ملي كيدير شي خطا كيعترف به، راه كتعرفوا راه ود الناس ما كاين حتى شي مشكل اخويا. وحتى حنا كنتمنوا اننا نكونوا كما كنقولوا خفيفين الظل عليكم، غير حنا كنبغوا نناقشوا. كاين كما قلتي بحال لاحظت معايا دابا الجاليه المغربيه، او كاين اللي قال لك مسكين انا توحشت الصلاه هنا، كاين اللي مسكين من فرنسا قال لك اودي توحشت ديك المنطقه، كاين اللي كما قلنا مريض مسكين، مريض ما كيقدرش يزيد. فملي كتقرب لي هذه الصوره كتخليه يعيش واحد اللحظات زوينه على المباشر وكانه هو مسكين هنا، فهمتيني؟ راه كاين اش قلت لك، الا ما عجبتكش انت واحد الحاجه راه بزاف الناس عجبهم. اذا ما عجبتنيش انا واحد الحاجه كنخرج كنمشي نقلب، كنمشي حيت كاينه مواقع التواصل الاجتماعي فيها بزاف، كنمشي نخرج نقلب على حاجه اخرى. عجبتني ديك الحاجه كنبقى نتفرج فيها عادي. وتحيه للجميع، مساء الخير عبدو. عبدو مساء الخير، ما عرفتش ما طلعش عندي، طلع عندك الحرف الاول. مساء الخير سيمو نورا، الله يرحم لك الام ديالك، يا ربي امين، يا ربي امين سيمو نورا، الله يرحم والدينا كاملين ويجعل القبور ديالهم رياض، روضه من رياض الجنه يا رب العالمين. شكرا لكم بزاف، شكرا. مرحبا خويا حسام، مرحبا خويا، قالك شكرا بزاف على هذا المجهود. مرحبا. ونشوف والله العظيم ملي كيكونوا الناس ناشطين كيكون تفاعل بواحد الشكل فيه الاحترام وفيه الاعتبار فيه التقدير،
وبالعكس هما اللي يعني انت كتدي اجر انك عطيتي للناس واحد الصوره مثلا كما قلنا واحد اخر مسكين ما عندوش الوقت او ما ساكنش هنا او عايش برا كتعطي انت ديك الصوره بالعكس كتجادل مع اطراف الحديث وكانك مريح معاه في المقهى بالعكس راه الكلمه الطيبه صدقه مرحبا يا ربي امين يا ربي امين الله يرحمه يا ربي امين يا ربي امين البريني نور الدين اللهم امين اللهم امين خويا العزيز امين خويا عزيز عنبري مرحبا خويا عزيز عنبري مرحبا خويا العزيز مرحبا حسين سملالي شكرا مرحبا بكم مرحبا والله العظيم خويا ابو شوير بكريم احلى تحيه لخويا ابو شوير بكريم حتى هو كذلك من المشاهدين الاوفياء ديالنا اللي كيتبعوا اللايفات ديالنا مرحبا خويا العزيز عبد الكريم ديزين مان دابا كيضار في الضو ديال عبد الكريم ديزين مان واش مكبط البرد والله اخويا شوف عبد الكريم كاين البرد اخويا والله لابس جاكيطه لابس جاكيطه اخويا العزيز ولكن اخويا راه كاين البرد طيله كاين البرد ولكن ماشي مشكل ملي كتجذبوا الحديث رشيده العسيري حسام البارطاج شكرا لك خويا رشيده اختي عليكم السلام ورحمه الله الحسين السملالي احلى تحيه الحسين السملالي والناس ديال اكادير احلى تحيه خويا العزيز اذا على الصور جميله غادي نودعكم راه كما قلت لكم راه دائما الله الا كنبغي نبقى معاكم ولكن كتعرفوا لكل بدايه نهايه وحنا وصلنا للنهايه ديال هذا الدبات المباشر اللي غلطنا في حقه يعني بدون شعور فاسمح لنا اللي ما جاوبناش التعليق ديالو اسمح لنا ويعذرنا ومسامحه للجميع شكرا خويا عبد اللطيف الكساسي شكرا لك خويا نتمنى نكون عند حسن الظن اخويا العزيز شكرا خويا رشيد خويبي تحياتي خويا من ايطاليا احلى تحيه خويا الخويبي من ايطاليا اللهم امين شكرا لك السلام جيت مع الطلا مرحبا وداد ريم احلى تحيه اختي وداد ريم احلى تحيه كنحييك اختي وداد ريم حتى هي كذلك من المشاهدين الاوفياء ديالنا اللي كيتابعونا احلى تحيه لرشيد رشيد من اسفي احلى تحيه للحاضره ديال المحيط مدينه اسفي الجميله نصر عليكم السلام ورحمه الله اختي ريم غير التذكير بغيت نقول لكم اختنا ريم راه من المشاهدين الاوفياء من الناس اللي الحمد لله كيبادلوا لنا الاحترام كيبادلوا لنا التقدير حتى حنا كذلك في التعاليق كتكون تعاليق دائما ايجابيه كيدعمونا الحمد لله وكنشكرهم بزاف 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 ماشي فقط اختنا وداد ريم لاحظ كاين بعض الاسماء اللي وليت حافظهم لانهم كيطلعوا عندنا بزاف كاين خونا عبد الصمد الكيال كاين ما بغيتش نقول باش ما نقدرش ننسى شي واحد لانه كاين بزاف ديال الناس اللي كيتفاعلوا معنا دائما في اللايفات ديالنا فكنشكرهم بزاف مرحبا اختي وداد ريم مرحبا لاباس الحمد لله ما عرفتش شكون اللي قال لي لاباس عليك خويا نصر الحمد لله خويا نصر وداد ريم مرحبا اختي مره اخرى رضوان كزولي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته خويا عبدو عليكم السلام ورحمه الله اذا كما قلت لكم لكل بدايه نهايه وصلنا لنهايه ديال هذا البث المباشر نتمنى نكونوا على حسن الظن ديالكم ونتمنى نكونوا ضيوف خفيفي الظل عليكم وعلى القلوب ديالكم يا رب العالمين عزيز مرحبا خويا مرحبا والله الا مرحبا خويا عزيز عنبري مرحبا وحتى حنا بدورنا الا درنا شي حاجه كنعتذروا مرحبا اختي وداد ريم قالت لك انا من المحاربين القدامى ديال شوف تيفي شوفي اختي اكيد شوفي انا نقول لك ما يمكنش كما قلنا ارضاء الناس غايه لا تدرك اكيد اختي حنا شوفي كيكون عندنا انطباع من بعض الامور ولكن ملي كنتعرفوا على الحقائق كنعرفوا باننا كنا مخطئين في حق بعض الناس ما كنعترفوا بالخطا كما دار الاخ ديالنا دابا قال واحد الكلام خايب دوينا معاه لقيناه ولد الناس يعني سمعنا بالقلب ديالو بالعقل ديالو راه اعتذر قال كلام زوين اذا الحمد لله ما كاين حتى شي حاجه الله يسمح لنا جميعا اذا حتى هنا قبل ذلك فاطمه اسوي تحيه احترام اخويا اعود
مرحبا مرحبا اختي، مرحبا اختي فاطمه، مرحبا. وداد ريم تحياتي لك اختي، احلى لايك اختي. اذا كما قلت لكم غادي نودعكم على امل لقاء بكم في مباشر اخر. ما تنساوش ما تنساوش ما تنساوش، كنبغيكم بزاف 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 بزاف. هذا محدثكم ومراسل شوف تيفي مصطفى القرناوي يحييكم، الى اللقاء.